يا استاذ احمد، فاروق جعفر بيتكلم وانت بتحط له الكلام على لسانه. ما ينفعش تقول له بيحصل مع الزمالك ولا الاهلي، هو حضر ده مع الزمالك لكن ما حضرش مع الاهلي. اللي يقدر يروح حضر مع الاهلي حد من النادي الاهلي او حد حضر وقعه النادي الاهلي. لكن سيادتك عشان بذكائك عايز تلحقه عشان تدول المشكله كما حدث فيما بعد، انت بتدول القضيه. حلو التدويل ده. حلو التدويل ده. طبعا ما بقتش قضيه تخصهم دلوقتي. ده كل الانديه. ففوجوا بحاجه بقى. فوجوا ان الاسماعيلي زعلان والكابتن علي ابو جريشه بيرد ويقول لهم والله انتوا اذا كنتوا بتكسبوا كده احنا بكسبنا بعرقنا. علاء نبيل يقول لهم والله المقاولين والاهلي مش محتاجين الكلام ده اذا كنتوا انتوا محتاجينه. يعني عشان كده بقول لك كفونا الكلام. هو احمد جمال عايز يحولها، وهو الكابتن فاروق قال له انا التاريخ يا اخي انا عايز حاجه من، انما ايه في الاخر خالص لولا ما اخرج قال لك هو يقصد الانديه الاخرى، وراحوا ابتدوا يتكلموا عن النادي الاهلي. المضحك المضحك لجانك يا خطيب في هذا الموضوع. ايوه يعني كل واحد بيعمل عامله، عارف انت يا استاذ ابراهيم في فوبيا من الضلمه، خوف من الضلمه، يقول لك ايه دي فوبيا بالضلمة. طب واحد مش عايز يركب الطيارات بيخاف منها او شايل همها، فوبيا الطيران، فوبيا الاسانسير، فوبيا. لكن فوبيا الخطيب دي جديده. حلوه دي. ده تشخيص حلو. دي فوبيا الخطيب. ده حد عايش ليل نهار كل ما واحد يقول له ايه حادثه في المنصوره يا كابتن خطيب ايه مش عارف ايه كل حاجه لجانك يا خطيب، الحق يا خطيب. طبعا الحاجات الباقيه اللي بقت كوميديه ومتكرره مش ملهاش معنى، لكن